بس ايوه الفكره ان متفق انا معاك. استغراب للحديث ده او الطرح ده، الطرح الغريب ده، ان هو نفسه كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر طبعا وفي الجيل الذهبي مع الكابتن حسن الشحات ثلاث بطولات كاس امم افريقيه، في ثلاث بطولات دي ما كانش في غير حارس اوحد. طب انت حضرتك كنت مدرب حراس مرمى وكان معاك حراس مرمى رائعين مع عصام الحضري، كان معاك ابو حسين كان بافضل حالاته، كان معاك محمد ابو مصطفى، كان معاك محمد صبحي، كان معاك محمد ابو سعود. انت كمدرب حراس مرمى ليه ما طرحتش على الكابتن حسن شحاته ان احنا عملنا تدوير، طالما انت زعلان قوي ان حارس مرمى الزمالك ما بيلعبش؟ ما احنا مش مختلفين. هو معروف يا استاذ علاء ان حارس المرمى بي بي ده حتى في الودي كان عصام الحضري بيقف ثابت. طب ده حتى في الودي أنا طبعا انا كنت عصام الحضري ودي ورسمه كان هو موجود ساعه ازمه الحضري مع سيون. طبعا وكان جمهور النادي ماتش مباراه الارجنتين وجمهور النادي كان بيطالب ان الحضري كابتن حسن جاب الحضري ولعب الحضري بالظبط يعني فانا بقول لك كابتن احمد سليمان انت حضرتك كنت موجود مدرب حراس مرمى منتخب مصر سبع سنين، انت حضرتك ليه ما بطرحش وجهه النظر دي؟ ليه ما دافعتش عن حراس مرمى الزمالك؟ او بلاش كده، ليه ما اعطيتش فرصه لاي حارس مرمى تاني في اي مباراه يعني؟ او دافعت انك انت تقدم حارس مرمى تاني؟ ده موضوع تاني.